السلام عليكم خوت بخير، كنتمنى كلشي يكون بخير. باغي نعاود واحد القصه واقعيه، ماشي يعني باغي خرافه ولا شي حاجه، شي حاجه اللي كاينه. واحد الصديق ديالي كان مريض بالدرسه اللي هي درسه العقل، ما خلى شحال من طبيب مشى عنده، ما دار معاه والو. حتى واحد النهار تلاقى مع الصديق ديالنا و صيفطوا لعند واحد الطبيب باش يحيد لي ديك الدرسة. غافل اخويا الدرس عاد بعد ناصح بزاف وايلي والله العظيم، حتى شي طبيب بغى يحيدها ليا، شكون اللي درس العقل واحد ويجي. راه كاين واحد حيدات عدو في وادري هذيك النهار، فين كاين اخويا الطبيب هذا؟ مشي واحد والله يرد. انت شوف شفت الشاروك؟ ايه غاتفوت شويه تدخل تيمين جديد ترام، غاتصور عند الدكتور عبد اللطيف، واحد حيدها كان مختص هو في هذا الشيء بوحده، هو اكثر من تيجي عدو على درس العقل. والله معايا صحابي من انت عارف الطفوله، والله معايا عندهم. لقيتيني قاري انت الدفتر والشكار عاز فيها الكتوبه، غادي للمدرسه عند بلاد ناس. الله يتعافى. وسير اخويا قلب على راسك، سير اخويا شري لها عندك. شنو ناخذ طرام من الدواء وش عندك؟ وسير اخويا خليت لك الراحه. سولك سولك واحد الطبيب ديال السنان كيقول لي عبد الطيف كاين هنايا، ما عرفتش شنو كاين. تبعت عنده بلاك ليه؟ انت ما عرفتش شنو عنده؟ سوق اللي بغيتي راهو لا تبغي تنوي معاه. شنو؟ بغيت النوره ديالك. ما عنديش. واش ما عندكش ولا بغيتي تعطيها ليا؟ ما عنديش. شنو بغيتي؟ بغيت الفيسبوك ولا الواتساب على الاقل بعدا باش نتواصل. ما عنديش. ما عندكش شي حاجه من هادشي؟ ما عنديش. اللي بغات فين يلقاك؟ النهار كنا باركين كنهضروا هادي، حتى قال لي راه كنشوف هادي، حنا ما كنشوفوش شويه، قال لك راه هي مشى عندها. تما غادي حنا كنشوفو كيهضر بوحده، من جا عندنا كيقول لنا لا راه كنهضر معاها راه كنشوفها، وانا ما تيقتش كنقول ياك ما انا كنحلام ولا شي حاجه. هو اصلا بالصح صافي تدس واحد المده عاوتاني صافي، ما قاعد صاحبي غير فتشه بغيت نرجع نقول لها صحي ليا ولا شكرا. ودرت صاحبي ما لقيتهاش، وفعلا كانت كتجري وخدت من الماراطون جبدها. لا لا عرفت شي انهم يسين على الصباح كيتفرجوا افلام ديال 12. داو معاكم اصاحبي راه ما كاين الافلام ديال 12 لا والو، داو معاك اصاحبي. شو اللي كيخلع عندك؟ بالي انا وليت مصاحب مع جوج مسطحين. الدراري رايه رايه. رايه؟ شكون هي؟ شفني هذوك الدراري اللي عودتكم عليه، انا غنمشي عندو غنجي عندك. شفني يجيك رجع لا صاحبي غير فين انت واعر. ما هذا هذا بني بحال السطان بحال. سلام لاباس؟ لاباس مالك؟ كنت بارك مع الدراري وبنتي ليا وجيت عندنا. اش بغيتي؟ بغيتي تعطيني النمرة ديك المرة و بغيت ناخذها من عندك دابا. راني قلت لك ما عنديش النمرة. كاين شي واحد ما عندوش النمرة؟ أنا. علاش أنت ما عندكش النمرة؟ اش بغيتي دابا؟ جبتي. ومن بعد؟ بغيت نتزوج بكر، إلا قبلتي عليا. اش قاد على هاد الهضرة اللي كتقول؟ مادام قلتها إلا راه صافي عارف. وكنتي عارف المصير ديال هاد الهضرة اللي كتقول؟ حتى شي تقول. شنو زعما فهمك لا؟ كنتزوجوش بيك. كيفاش تكون كتزوج بينا؟
تما الاغنياء ما كيتزوجوش الفقراء. علاش؟ حيت حنايا ما عندناش فلوس. نتلاقاو غدا على تفلكوش. فين نتلاقاو؟ بلاصه اللي تلاقينا فيها المره الاولى. صافي غدا ان شاء الله. تسطى شويه هضرك بوحدو زعما يشهرب ليه بالرب حليه صافي هاد غابه وفات بزاف اصاحبي الحق لله صافي سلام سلامة ما مالو كتقول بسلامة صافي صافي دويش معاها واش هو كلشي لعيبة ولا شنو تبيه ماشي نورمال عاد غافور هادي مالا هادو مع امي لعيبة تزورك تايا ولي بنتي اللي قدوها راسك اصاحبي من الصباح طلع عليا تندوز معاك زعما وراه انت اللي باش تهضر شي وحده كتهضر معاها كتهضر على الراس دريه الدريه اللي بدا كيرمي على الطبيب هي اللي كنت معاها قبيله ودابا داير معاها غدا وعلاش انك كدير بحال هكا بوحدك بحال شي طبيب هذا خويا انا استمشيني اليوم انا مابقاش تقول لي السر طلع عليك والله ما مطلعين عليك ابو والله ما مطلعين عليك ولي يقولوا لي ولي يقولوا لي صاحبك مستقطع كي دوي الراس اشكون اللي غادي يبان لك كيتمشى بزاف داكشي ديال المقاليد داكشي ديالكم اللي انت خليتو معاك بصح والله تغافور كندوي معاك بصح اختي شنو ندير بيا خونا تصبح شوف شحال هذا انا بحال هكا شرب وشقا. انا خوتي نشوف طريقتي غادي يدوي راسو تا صاحبي دارو مرضو ما خصوصا الوالده ديالو شاده في ديك النهار قلنا شفتو غادي بوحدو جاب التليفون كيتصور تما كيقول لي كنشوف واحد ما عرفت اخويا نقول شي حاجه ما كاينه سكت 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 هو شي صاحبي واش هذا فين هو علي مالك مقلق عيان شويه ضربي راسي داكشي اه يا اشكون هاد انا كنت واحد التصويره تصورت انا وياه هو راه صاحبي شوف التصويره في سرا ولا ماشي في سرا شوف من نيتك كتبان لنا بوحدك هاد الغابه شوف من نيتك صاحبي انا كنشوف انا وهاد الدريه هاد واش كتبان لك شي حاجه انت كتبان لي انت والجردع والجردع هاد التليفون هذا انت والله بلا فرصه ندوي معاك عبد غافور من الناس انت او عبد غافور سيبيرا والله اخويا تخصص الطبيب النفساني الصراحه من بعد غبرات ما خلى فين قلب عليها في كاع البلايص مشى الفيسبوك الانستغرام حتى كي جابوا واحد كيقول ليها فين كانت ساكنه من مشى هو كيقلب عليها لقى دارهم سولها ولكن ما سولهم كانت واحد الصدمه اللي خلاته تسطع ويلي العشر سنين باش مات عشر سنين وكنا كنقول لك صاحبي ديك النهار احنا ما كنشوفو والو كنشوفو كتهضر بوحدك عشر سنين صدمشيني يا صاحبي هادشي كيطرا في الافلام اللي ميت عشر سنين والله هكدا ما نتوني شي فحال هكا مصدوم عشر سنين هي باش مات شغادة يا صاحبي تسنى